القراءة هي حياة أخرى تمنح للإنسان، إن قراءة الروايات هي عبارة عن تذكرة مجانية للسفر لأماكن وبلدان وأزمنة وثقافات مختلفة، أو كما قال العقاد: درت العالم وأنا في مكاني. مهما نطقت الألسن بأفضالها وخطت الأيدي بوصفها، ومهما جسدت الروح معانيها، تظل مقصرة أمام روعة وعلو همة القائمين على خيمة المستقبل الأدبية. في خيمة الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثل، الحرف والكلمة تجمعنا ومن عذبها الصافي ننهل. في خيمة الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثل، الحرف والكلمة تجمعنا ومن عذبها الصافي ننهل. تغرس حروف ومبادئ وتحصد أديبة مستقبل، خيمة شرقت في سمانا والكون أبهى وأجمل. تغرس حروف ومبادئ وتحصد أديبة مستقبل، خيمة شرقت في سمانا والكون أبهى وأجمل. حروف ومبادئ تحصل أديبة مستقبل، خيمة شرقت في سمانا والكون أبهى وأجمل. في خيمة الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثل، الحرف والكلمة تجمعنا ومن عذبها الصافي ننهل. في خيمة الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثل، الحرف والكلمة تجمعنا ومن عذبها الصافي ننهل. ومن عذبها الصافي ننهل. الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثل، الحرف والكلمة تجمعنا ومن عذبها الصافي ننهل. في خيمة الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثل، الحرف والكلمة تجمعنا ومن عذبها الصافي ننهل. تحصد ثمار المواهب وتقول نقدر ونوصل، ترسم خطى كل واعد والحلم يكبر ويكمل. تحصد ثمار المواهب وتقول نقدر ونوصل، ترسم خطى كل واعد والحلم يكبر ويكمل. تحصد ثمار المواهب وتقول نقدر ونوصل، ترسم خطى كل واعد والحلم يكبر ويكمل. في خيمة الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثل، الحرف والكلمة تجمعنا ومن عذبها الصافي ننهل. في خيمة الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثال، الحرف والكلمة تجمعنا ومن عذبها الصافي ننهل. ومن عذبها الصافي ننهل. تقول الحكمة: إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر ماذا يقرأ أبناؤها، لأن هذه القراءة الواعية سوف ترسم مستقبلا جميلا بإذن الله تعالى. هؤلاء الأخوات التي يشاركنا في خيمة أديبة المستقبل هي مشاركة حقيقية لبناء المستقبل بإذن الله تعالى. لقد كان موفقا من سمى هذا الكتاب أديبة المستقبل، فالمستقبل يرسم من خلال كتيب أديبة المستقبل. ابدأوا باقتنائه، احرصوا على القراءة الواعية المثمرة التي تزيد العقل نضجا ومعرفة أيضا وخبرة. وشكرا لكل الأخوات التي يبدأن مثل هذه المشاريع المميزة، شكرا للقائمات أيضا على خيمة أديبة المستقبل في مخيم أبها، ومزيدا من الوعي والثقافة والقراءة لبناء المستقبل. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثل، الحرف والكلمة تجمعنا ومن عذبها الصافي ننهل، في خيمة الحرف والمعنى ونبع الثقافات الأمثل، الحرف والكلمة تجمعنا. مجموعة مسار الفنية، تقديم عبد العزيز الحضريتي.